بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شوف، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنتكلم اليوم عن using slide view. زي ما اتكلمنا عن ال scene view أو ال story view، هنتكلم النهاردة عن ال slide view. زي ما اتفقنا بإني لو أنا عايز أروح لل slide view ممكن أروح لقائمة view وأروح لل slide view، أو من تحت ممكن أروح لل slide view. أي طريقة من الطرق ديت. الشاهد يا جماعة، في ال slide view أنا ببقى في طورة تحرير والايديتنج للسلايدز، تمام؟ كاني انا ببتدي اعمل ديزايننج للكونتنت بتاعي، بصمم البرمجيه بتاعي، بصمم المحتوى بتاعي من السلايد فيو. طيب اوكي، على الناحيه الشمال يا جماعه بلاقي ان السين بتبتدي تظهر معايا، وده ما كانش موجود في الستوري فيو. لا، الكلام ده بيظهر لو انا كنت موجود في السلايد فيو، بيظهر معايا السينز بتاعي، المشاهد. فبالتالي انا عندي مشهدين، عشان بدل ما بين مشهد والتاني ببتدي اضغط، ببتدي يعرض لي الكونتنت بتاعه. واحنا فاكرين القصه بتاعت اللينك ديت، واللي ممكن اقول والله ده ايه زي ما انت عايز. طبعا هي اللي بتوفر لي القصه بتاعت الانتر اكتيفيتي. لو انا كنت عايز اربط او اربط بمشهد، او اخليها في مشهد، او اعمل لها تريجر، او اعمل ايديتنج للتريجر اللي هي موجوده فيه، او ما شاء الله من النقط ديت. كما اني موجود معايا يا جماعه الفكره بتاعت التابس برضو. انا تاب اتنين، ودايما بيكون التاب الاخير خاص بالستوري فيو. كما اني انا ممكن اقول له كلوز اذر تابس عشان يقفل لي بقيه التابس، والتابس ديت بتبدل ما بين المشاهد اللي اوريدي مفتوحه. هو في طريقته يا جماعه زي ما احنا كنا متفقين، هو بيعلم السينز بتاعته بالقصه بتاعته واحد واحد بترتيب رقم، يعني تمام. واحد دايما بيكون موجود قبل الاسم بتاع المشهد اللي انت راح تكتبه، اثنين المشهد الثاني، نفس الفكره بالنسبه للسلايدز بتوعك، بتلاقيه واحد، كل سلايد واخده واحد وهكذا. وانت مش واحد واحد، الواحد ده ثابت لانها موجوده في السين رقم واحد. زي ما هنا الاثنين ديت ثابته، فاي سلايد هتتحط هنا، لو انا عملت كده دوبليكيت كنترول دي، هلاقي ان السلايد اللي تحت منها اخذت اثنين اثنين، يعني الاثنين ديت ثابته مع اي. وانت ماشي كل ما انت بتبتدي تنزل بتبتدي ايه تاخد السين اللي انت كنت ضايفها، بتاخده بشكل تلقائي. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.